عملت ايه يا علوان؟ مش عتمان طلع كذاب؟ طب وايه اللي جد عليك ولا علي؟ المهم عرفت ازاي؟ ماني رحت المحكمة الشرعية وشفت الأوراق المسجلة اللي تخص أراضي أبوي. يا واد يا واد، ولقيت ايه بقى؟ لقيت إن المرحوم أبويا ما كتبش أي تهم بيعاه لا العتمان ولا لغيره. طب ماني عارفة ومتأكدة إنه كذاب. يعني أنا اللي مش عارف؟ أنا بس مش عايزة أقوم مشاكل بيني وبينه. قلت برضه أخويا الكبير ومسيره في يوم من الأيام يعقل ويديني حق، إنما توصل للإهانة وقلة القيمة. طب وناوي بقى تعمل إيه؟ عايز أفكر كويس قوي وفي المليان قبل ما أعمل أي حاجة. نفكر قوي وفي المليان كمان. طب مش تعرف الأول هتعمل إيه وإزاي؟ كده ما ينفعش يا أبو العيلة، الغفر والعساكر مالين كل حتة في البلد. يعني بس كنت عايز حنان تروح تقول له فاطمة تقابلني عند المصرف القديم اللي في آخر البلد. يعني عارف سكة من يمة هناك، لو مشينا فيها ساعة زمن وحدي هنخرج برا البلد. أيوة يا أخوي، هي ساعة زمن واحدة والغفر والعساكر يكون لحقوق. استنى لبكرة يا أبو العيلة أكون وضبت كل حاجة. كفايه لحد كده يا ست راوية، احنا مش عارفين نرد جمالك فين. المأمور يا ست راوية، اطلعي استخبى في اوضتي، اطلعي طلعي حنان يلا بسرعه. يا اهلا يا اهلا. اتفضل يا حضرة المأمور. والنبي النهاردة عيد. أصلاً لقيتك ما سألتيش فقلت أجنب نفسي. يوه، لو أنت ما تعرفش ده أنا كنت عيانة وجدتي أيضا نار وما كنتش عارفة أرفع راسي من على السرير. بعد الشر عليك يا ست الكل، أجيب دكتور؟ لا خلاص أنا بقيت كويسة، بس تصدق أن أنا كنت هعدي عليك بكرة. شفتي بقى، تبقى القلوب عند بعضها. إن عند بعضها. بقولك إيه، تعيش هنا لوحدك؟ لا مش عايشة لوحدي، معايا البت حنان بس بتنضف فوق. والبت دي بتبات معاكي هنا؟ ليه، في حاجة؟ لا بسأل بس. أيوة بتبات. أصل أنا كنت عامل حسابي يعني إن إحنا نقعد قاعدة كده ونحكي من غير إزعاج. لا البت تشوفنا، والبت دي ما تبلش في بقها فولة. طب اتمشيها. ما ينفعش، بعد ما شافتك انت عايزة تخرج وتلسن عليا، وانت عارف جدتي مش خالصة من البلد واللي فيها. ده اللي يجيب سيرتك في البلد دي انا اقطع لسانه. لا مش للدرجة دي. لا للدرجة دي واكتر، اصل انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. طب اقولك ايه، ما تخليها لبكره، اكون زوحت البيت ووضبت نفسي وعملت حسابي. بكره ده بعيد قوي، انا عامل حساب على النهارده. ما ينفعش، يعني انت يرضيك سيرتي بكره تبقى على كل لسان؟ لا يا ست ما ارضيش. طب اجيب لك شاي؟ خليها لبكره بقى. صباح الخير. وانت من اهل بكرة يا حضرة المأمور. مشي. يبقى مشي. استنى بس، ده كان بيسأل عليك، بيتقص عنه، بيقول ان في واحد قال انه شافك هنا، بس انا قلت له كلام الناس كتير
عشان كده يا ابو العيله مش هتعرف تخرج من هنا خالص اليومين دول. مش هخرج من هنا خالص ازاي يعني؟ هتني هني على عليكي؟ يو وده اسمه كلام برضو؟ هو علي وبس. ده انا هجيب لك مشاكل. كل يوم والتاني هتلاقي المأمور نطيت لك هني ومعاه العساكر، وما كانش المأمور هيبقى العمدي والغفر. ليه؟ انا ما رضلكيش البهدله دي. انت مش وشك دي. امال انا وشي ايه؟ انت وشي كل حاجه حلوه. وش الطيبه والحنيه. وما تكسفنيش يعني ماليش في الكلام الحلو، ما اعرفش اقوله. كل الكلام الحلو اللي انت بتقوله ده اللي بيلعب في القلب لاعب، وتقولي ما بعرفش اقوله. يعني حس بيه، حس بيه قوي. صح يا ابو العيله بتحس بيه؟ تعرف يا ابو العيله انت كان المفروض تكون حاجه تانيه خالص. كان المفروض تبقى راجل بيه عندك ارض وتين وعزوه، وما كانش ليك خالص البهدله اللي انت بتتبهدلها دي. الله، هنعمل ايه؟ كل واحد بياخد نصيبه. العز له ناسه، والبهدله ليها ناسها. طب ما انت ممكن تختار. اختار ايه؟ اختار ازاي يعني؟ انت عايزه ايه يا ستراوي؟ عايزك انت. اني؟ لا ايه؟ لا ايه؟ دي ما يتقلهاش لا ايه؟ يا ابو العيله خليك وياي، انا هخليك حاجه تانيه خالص. خليني حاجة تانية؟ يعني مثلا يعني من يوم وليلة كده بقدرة قادر هبقى راجل غني ومعايا بيوت وأراضي. أنا بقول مثلا يعني. أيوة يا أبو العيلة، أنا هخليك فوق، هخليك تنسى ليالي الفقر، لا ترجع تفتكرها ولا تفكر فيها تاني. بالإذن يا استراوي. الله، مالك يا ابو ليلى؟ بنت حنان، عايزك تروحي تقولي لفاطمه تجي لي عند الجميزة المحروقة، عارفاها يا بنت؟ ايوه. ولا اقول لك خليها تجي لي عند المصرف المردوم. عوام يا بنت. حاضر يا اخويا فريري.